أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء. أبدأها بالعناوين. وزير الري يعلن عن قمة أفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الإثيوبي يوم الثلاثاء القادم. حمدوك يؤكد حرص الحكومة الانتقالية على المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية. السلطة القضائية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا لمثول المتهمين في انقلاب يونيو عام 1989 أمام المحكمة المختصة. أهلا بكم. تنعقد قمة أفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الإثيوبي وذلك يوم الثلاثاء القادم 21 من يوليو الجاري. وكتب وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس في حسابه على تويتر اليوم الجمعة أن السودان تلقى دعوة من جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة في يوم 21 من يوليو القادم. وقال بروفيسور عباس: نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد. وكانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكان قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة. أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية وزارة الخارجية السودانية عدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة، وأوضحت أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدلي بالتصريحات التي نسبت إليه أمس ببدء عملية ملء السد. جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين بالقائم بالأعمال الإثيوبي السيد مكنن غوسايي صباح اليوم. وقال القائم بالأعمال الإثيوبي أن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد. كما أكد التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سد النهضة. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية دون المساس بأي من حدود وكليات وأهداف الدين. جاء ذلك لدى لقائه أمس بمكتبه وفد جماعة أنصار السنة المحمدية برئاسة الشيخ عبد الكريم محمد عبد الكريم رئيس الجماعة ونائبه الشيخ محمد الأمين إسماعيل والأمين العام للجماعة الشيخ عبد المنعم صالح والمستشار القانوني للجماعة شيخ الدين التويم، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح. وأكد دكتور حمدوك خلال اللقاء حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والاهتمام بمعاش الناس، وأشاد بمساهمة الجماعة ورؤيتها في الإصلاح الوطني الشامل. من جانبه أكد وفد جماعة أنصار السنة المحمدية وقوفه مع الحكومة الانتقالية واتباع منهج المناصحة للإصلاح متى ما لزم الأمر، فضلا عن العمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء. استقبل السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الخارجية المكلف أمس بمكتبه سفيرة مملكة هولندا لدى السودان السيدة كارين بوفين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبلاد. وعبرت السيدة السفيرة عن شكرها لما وجدته من تعاون طيلة فترة خدمتها بالبلاد، وأشادت بتطور العلاقات بين البلدين، وتطرقت لزيارة وزير التجارة والتعاون التنموي للسودان في فبراير الماضي، وأكدت أن التغيير الذي أعقب ثورة ديسمبر المجيد كان نقطة بداية جديدة في مستوى العلاقات بين البلدين. من جانبه أشاد السيد الوزير بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، وعبر عن شكره للدعم الذي تقدمه هولندا للسودان ومساهمتها لإعادة السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم. استقبل السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الخارجية المكلف أمس بمكتبه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السفير أولترش
كولانكار، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وعبر السيد السفير عن شكره وامتنانه لما وجده من تعاون من قبل الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية وطاقم عملها، وأكد أن حكومة بلاده تولي أهمية خاصة للسودان في ظل التطورات التي شهدتها البلاد بعد اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة، ونوه أن فترة خدمته في السودان ستكون دوما إحدى المحطات الهامة في حياته المهنية. من جانبه عبر السيد وزير الخارجية عن شكره للدعم الذي قدمته ألمانيا للسودان عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وأشاد بمستوى الزيارات بين البلدين، وأكد على ضرورة دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع. أدانت وزارة الخارجية القصف الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في يوم 13 من يوليو الجاري، وأكد تضامن السودان الكامل مع المملكة وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها. وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم إنه وضح جليا أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل. على عدد من ولايات البلاد أنهى الفريق أو الركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة زيارته لولاية النيل الأبيض، وقف خلالها على سير العمل بالوحدات العسكرية للفرقة 18 مشاة بالولاية. وأشاد الحسين في تصريحات صحفية بقاعدة كنان الجوية بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية الوطن. وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن زيارته شملت لقاءات تنويرية مع ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 18 مشاة، وافتتاح إسكان القوات البحرية بربك، إلى جانب تفقده قاعدة ربك النهرية وقاعدة كنانة الجوية. الحمد لله، بفضل الله الزيارة كانت بغرض تلمس سير العمل في القوات المسلحة بكل مكوناتها، والوقوف على المعاضل التي يعني تعرقل سير العمل. ونحمد الله وجدنا الناس يعني العمل يصير بصورة طيبة، الناس في معنويات عالية جميعا، القواعد تحت الإنشاء في كل المواقع العمل فيها يصير بصورة طيبة، ونقول بفضل الله يعني الناس راضية عن كل ما يجري الآن من أعمال خاصة في برنامج تطوير القوات المسلحة، والحمد لله كثيرا. احنا نحيي الإخوة في المنطقة هنا جميعا، حكومة الولاية، قيادة الفرقة وقيادة القواعد في الجوية والنهرية، وجميع منسوبيهم من الضباط والصف والجنود على كرم الاستقبال وحفاوة الضيافة وتفانيهم قبل ذلك في أداء واجب على الصورة المثلى إن شاء الله. أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجة لأن حكومته قد دفعت بقوات عسكرية وشرطية كافية لتعزيز الأمن والاستقرار بمدينة كوتم ووحدة فتبرن الإدارية التابعة لها بعد الأحداث الأمنية المؤسفة التي وقعت هنا خلال الأسبوع الجاري. وقال الوالي في التنوير الذي قدمه لوفد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يونمد والمنظمات اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر على خلفية تلك الأحداث إن تلك القوات قد انتشرت بالمنطقتين وعلى طول الطريق الرابط بين الفاشر وكتم وكتم فتبرنو لتأمين المواطنين وللعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها. وأضاف خوجي لأن الأوضاع بكتم فتبرنو باتت مستقرة بما يمكن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية من التوجه إلى هناك من أجل مساعدة المتضررين من تلك الأحداث. وأعلن في ذات الوقت استعداد الأجهزة الحكومية والقوات النظامية بمحلية كتم للتعاون مع بعثة اليونمد والمنظمات من أجل مساعدة المتضررين بفتبرنو. وعبر خوجلي عن تقدير حكومته للاستجابة السريعة من قبل اليونمد والمنظمات لمتطلبات الوضع في فتبرنو، خاصة إجلاء الجرحى إلى الفاشر. اطلعت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي على مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بولاية كسلة
جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها اليوم بالقصر الجمهوري اللواء الركن محمود بابكر همد والي ولاية كسلة، الذي أوضح في تصريحات صحفية أنه قدم تنويرا لعضو مجلس السيادة حول أوضاع الولاية وخاصة قضايا النزلاء بالسجون. ولفت الوالي لأن عضو مجلس السيادة أبدت اهتمامها الشخصي بمعالجة أوضاعهم ومتابعتها لهم، وأردف بالقول أن عضو مجلس السيادة أكدت أن الترتيبات جارية مع النائب العام للإفراج عن النزلاء وحسم هذا الأمر خلال أيام، وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى ترتيبات إنشاء سوق خاص بالنساء، وأشاد بدور المرأة الكبير في مختلف المجالات. حددت السلطة القضائية الثلاثاء المقبل 21 يوليو الحالي موعدا لمثول المتهمين في انقلاب يونيو عام 1989 أمام المحكمة المختصة. وقال مصدر مسؤول بالسلطة القضائية في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن قرارا قد صدر من رئيسة القضاء مولانا نعمات محمد عبد الله بتشكيل محكمة جنائية كبرى يترأسها عصام الدين محمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا وعضوية اثنين من القضاة لمثول المتهمين أمامها يوم الثلاثاء المقبل بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت. وأشار المصدر إلى أن قاضي المحكمة المختصة خاطب إدارة السجون بمثول المتهمين أمامها في الزمان والمكان المحددين. وأضاف المصدر أن كافة الترتيبات المتعلقة بما يحفظ هيبة المحكمة قد اكتملت لتحقيق العدالة. وأضاف المصدر أن من بين المتهمين الذين ستبدأ المحكمة في إجراءات محاكمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان محمد طه وعبد الرحيم محمد حسين وعلي الحاج وعوض أحمد الجاز وإبراهيم السنوسي. وتشير سونا إلى أن النيابة العامة والمناط بها تمثيل الحق العام قد أحالت ملف الدعوى الخاصة بانقلاب يونيو 89 للقضاء بعد تحقيقات استمرت لعدة شهور حددت بموجبها أسماء المتهمين والمواد التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها. أكدت مولانا نعمات محمد عبد الله رئيس القضاء أن الفترة القادمة ستشهد عملا كبيرا في إجراءات المحاكم. وثمنت مولانا نعمات لدى لقائها بمكتبها ظهر اليوم الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي مدير عام قوات الشرطة ومدير الشرطة القضائية والوفد المرافق لهما. ثمنت جهود الشرطة في القيام بتأمين جلسات المحاكم وتنفيذ أحكامها وأوامرها. من جانبه حيا مدير عام قوات الشرطة سعادة رئيس القضاء وأكد استعداده للتعاون مع السلطة القضائية لتحقيق العدل وتسخير كافة إمكانيات الشرطة لخدمة العدالة. وأبان أن العلاقة بين الشرطة والسلطة القضائية علاقة أزلية ضاربة جذورها في عمق التاريخ، وأضاف أن أبواب الشرطة مفتوحة لتبادل الأفكار والرؤى لتحقيق المصلحة العامة للعدالة. دشن والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد حسين بمحلية بربر العمل في تشغيل محطتي مياه منطقة الدانجيل بطاقة إنتاجية تصل ل 5000 متر مكعب في اليوم، ومحطة مياه مدينة بربر بتكلفة مالية تفوق 81 مليار جنيه بدعم كامل من ميزانية حكومة الولاية وصندوق تنمية المحليات، حيث تغطي محطة مياه الدانجيل التي نفذت بتمويل فاق 30 مليون جنيه أكثر من 30 قرية. وأكد حماد استمرارية ودعم حكومة الولاية لمشروعات التنمية والخدمات بالتركيز على مشروعات مياه الشرب، وأعلن عن تركيب عدد 4 طلمبات حديثة بمحطة مياه منطقة المجرنة الكبيرة التي تغذي مدينتي الدامر وعطبرة بخدمات المياه. وقطع حماد بأنه لن تكون هناك أي قطوعات أو تذبذب في مياه الشرب بعد استكمال عمليات التأهيل والتحديث التي تنفذها الولاية. وبشر الوالي بدخول محطة مياه شندي والمتمة الإيرانية للخدمة في القريب العاجل بعد أن تعهد رئيس مجلس الوزراء باستكمال الدفعيات لإكمال العمليات الإنشائية والفنية. الآن نحن في محطة بربر بجوار هذه الامتدادات ما يزيد عن 20 كيلو بتكلفة ما يزيد عن 27 مليار، دي تكلفة ذاتية من المحلية. هذا العمل إن شاء الله نحن نتوقع خلال شهرين تكون في كل بربر على امتدادها شمال وجنوبه، ما في أي مشكلة بتاعت موية إن شاء الله، عشان العمل ده يستمر بصورة كويسة. وخلال شهرين إن شاء الله ثاني ما في زول في بربر ولا جنوب بربر ولا شمال بربر يكون ما عنده موية إن شاء الله، ودي بشارة
ونحن بنطلقها من هنا، ونحن الآن انفيلد يعني في الميدان. أيضا على صعيد شندي هنالك مضخة أو محطة كبيرة جدا هي غرض أجنبي. حكومة السودان سددت 27 مليون دولار وانتهت الأعمال المدنية، ومتبقي الأعمال الكهروميكانيكية بما يقارب 7 مليون و500. كلمنا مع السيد رئيس الوزراء ووعد بسداد هذا المبلغ، فإن شاء الله في خلال الأشهر القادمة دي المحليات ما يكون فيها مشكلة بتاع سودان. هذا البث متواصل معكم وفيه بعد قليل. شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض تضبط كميات من المخدرات بمنطقة تفتيش الشوال. أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة بموقف مصر والإمارات لدعمهما قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي، بعد أن التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع شيوخ قبائل ليبيين دعوا القاهرة للتدخل في الحرب الأهلية في بلادهم. وتقدم تركيا دعما عسكريا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس في الصراع الليبي، بينما تدعم مصر والإمارات وروسيا خصومها في إدارة منافسة مقرها شرق البلاد. وشهدت الأسابيع الماضية تقدما عسكريا كبيرا للقوات الموالية لحكومة الوفاق التي تمكنت من صد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. قال وزيران إسرائيليان يوم الجمعة أن الشريك الرئيسي في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أن يرجع إسرائيل خطط الضم، بل أن ترجع عفوا إسرائيل خطط الضم في الضفة الغربية، وتركز بدلا من ذلك على تحسين أوضاع المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الأراضي المحتلة. واتفق الجنرال السابق بيني جانتس المنتمي للوسط ونتنياهو المنتمي للمحافظين على بدء مناقشة خطط الضم في أول يوليو تموز، لكن الخطة التي تواجه بالفعل معارضة دبلوماسية جرى تنحيتها جانبا بسبب عودة فيروس كورونا المستجد للانتشار. ويقول جانتس إن الأولوية يجب أن تكون للأزمة الصحية على حساب أي تحركات في الضفة الغربية قد تؤجج الصراع مع الفلسطينيين. الضفة الغربية جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. اعتذر رئيس وزراء مالي عن تجاوزات ارتكبتها قوات الأمن التي فتحت النار الأسبوع الماضي على متظاهرين مناهضين للحكومة، لكنه رفض مطالب المعارضة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وشاب العنف أحداث حلقة في سلسلة الاحتجاجات الجماهيرية ضد كيتا يوم الجمعة في العاصمة باماكو، عندما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين احتل بعضهم مباني حكومية. وقالت الحكومة أن الاشتباكات استمرت لعدة أيام وسقط فيها 11 قتيلا على الأقل. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر تشرين الثاني على أحسن تقدير، وحذر من أن الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال يجب أن تظل مغلقة وأن تبقى حفلات الزواج محدودة. وأضاف جونسون أن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر تشرين الأول للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية، لكنه قال أن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر القادم. وأوضح أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من يوم غد السبت. قال قائد بحري كبير أنه أمكن إخماد كل الحرائق على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بعد نشوبها على مدى أيام أثناء الرسوف في سان دييغو، إلا أنه من غير الواضح إن كان من الممكن إنقاذ السفينة وإعادتها للعمل. وقال الأميرالاي فيليب سوبك أمس في إفادة صحفية بقاعدة سان دييغو البحرية الأمريكية إن فرق الإطفاء تقوم بتمشيط السفينة الهجومية البرمائية
بونهوم ريشر البالغ طولها 257 مترا للتأكد من إخماد كل النيران بها قبل فتح تحقيق رسمي في سبب الحريق. في أخبار الاقتصاد، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط كميات كبيرة من المخدرات بنقطة تفتيش منطقة الشوال بمحلية ربك قادمة من مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور في طريقها إلى ولاية الخرطوم، وتقدر ب 500,500 جندول حشيش. وأشاد مدير شرطة الولاية حسب الرسول عثمان خلال وقوفه على الضبطية بإدارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض بكوستي برفقة ممثل الجهاز القضائي والنيابة العامة، أشاد بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به إدارة المخدرات في محاربة عمليات تجارة المخدرات باعتبارها تشكل أكبر مهدد أمني على الشباب وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وقال إن هذه الضبطية كانت محملة في شاحنة متجهة لمدينة أم درمان، ومن خلال المتابعة اللصيقة من قبل أفراد المخدرات للعربة تم ضبطها، وبتفتيشها تم العثور بداخلها على عدد 12 جوال محملة بكمية من الحشيش وسط شحنة متنوعة بمانيفستو إلى مدينة أم درمان. وفي السياق قال مدير شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض مكي عبد الله إن هذه الضبطية من الحشيش بعد متابعتها تم القبض على عدد 4 متهمين وجاري القبض على بقية أفراد الشبكة، وهنأ أفراد المخدرات لهذا الإنجاز الكبير الذي يحد من انتشار هذا الداء اللعين وسط المجتمع، وأشاد بشرطة الولاية لدعمها اللامحدود لبرامج مكافحة المخدرات بالنيل الأبيض. بإنجاز وضبطهم لعدد وكمية كبيرة جدا من المخدرات تقدر بحوالي 5,500 جندول كانت محملة في شاحنة ومتجهة كانت من نيالة لأم درمان وكانت في طريقة للتوزيع بولاية الخرطوم. حقيقة يعني من خلال المتابعة اللصيغة والمتابعة الجيدة لهذه الشحنة من منبعها إلى مسارها ومصبها في ولاية الخرطوم، وكانت يعني تحت أنظر نظر وعين إدارة المخدرات في ولاية النيل الأبيض، إلى أن تم الوصول إليها في محلية ربك في منطقة الشوال، وتم ضبط العربة وبتفتيشها تم العثور على عدد 12 جوال محملة بداخلها كمية كبيرة جدا من المخدرات، وكانت هي الشحنة عبارة عن شحنة بتاعت شوالات دوم وفحم، وكانت في طريقة لأم درمان. طبعا بالأمس ضبط كمية جدا كبيرة جدا من المخدرات تقدر ب 5,500 جندول، تم القبض عليهم في تفتيش الشوال في محلية ربك واسطة أفرادنا مكافحة المخدرات بالشوال، متابعة على صيغة جدا جدا، القبض على 4 متهمين، ويجري الآن البحث والقبض على بقية الشبكة إن شاء الله. وأنا أعتبر أنه ده يعني إنجاز كبير ومقدر جدا من أفراد مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض. حمل الأستاذ حافظ إبراهيم الحاج أمين مالي اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناجل وزارة الري والموارد المائية مسؤولية عدم استقرار مناسيب الري في بعض أقسام مشروع الجزيرة. وشدد حافظ في تصريح لصون على ضرورة تكامل الجهود بين شركاء الإنتاج من مزارعين وإدارة مشروع الجزيرة وزارة الري والموارد المائية وقادة الثورة السودانية لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل العطش لإنجاح محاصيل العروة الصيفية بالصورة المطلوبة ليعود مشروع الجزيرة قاطرة للإنتاج الوطني. قررت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها أمس حالة استئناف عمل الباصات السفرية للولايات إلى لجنة فنية تضع ضوابط وشروط عمل الباصات ورفعها للاجتماع القادم. كما قالت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الأمين العام لحكومة الولاية على قرار والي الخرطوم القاضي بإيقاف التصاديق التجارية المؤقتة وتفريغ الشوارع ومواقف المواصلات من الباعة بعد أن أدى نشاطهم إلى قفل الشوارع. كما أقرت اللجنة تطبيق الاشتراطات الصحية في مجمعات خدمات الجمهور، وطالبت اللجنة أجهزة الإعلام بضرورة تكثيف التوعية وإبراز خطورة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية.
في أخبار الرياضة، خضع 12 لاعبا من جملة 27 لاعبا من المنتخب الوطني لكرة القدم لفحص كوفيد-19 تمهيدا للعودة للنشاط الكروي. فقد بدأت عند الساعة 10 من صباح اليوم الجمعة إجراءات الفحص الطبي لكوفيد-19 للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2. وقد تسبب قفل الكباري بالعاصمة المثلثة في تخلف عدد من أعضاء الجهاز الفني الذي حضر منه الكابتن خالد بخيت فقط، وكذلك عدد كبير من اللاعبين. وتم إجراء الكشف لعدد 12 لاعبا، ويتواصل الكشف لمنظومة المنتخب الوطني الأول يوم السبت القادم 18 من يوليو عند الساعة 11 صباحا في ذات الأكاديمية، وذلك لاستكمال العدد الكلي والبالغ 15 لاعبا متبقي زائدا الجهازين الفني والإداري لصقور الجديان، وذلك قبل الانخراط في معسكر المنتخب بالخرطوم بحري يوم الاثنين المقبل عند الساعة 12 ظهرا بفندق برازافيل. قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد. نهاية سودان هذا المساء، قدمناه من قناة الشروق، إلى اللقاء.